السلام عليكم. صحيفة: أمريكا تزود أوكرانيا بصواريخ سي سي بارو المضادة للطائرات. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. تعتزم الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بصواريخ سي سي بارو المضادة للطائرات ضمن حزمة الأسلحة الجديدة لأوكرانيا التي سيعلن عنها يوم الجمعة. يسترشد صاروخ سي سي بارو في انطلاقه بالرادار، ويمكن إطلاقه من البحر أو الأرض للدفاع ضد الطائرات أو صواريخ كروز، وفقا لما نقلته صحيفة بوليتيكو يوم الخميس نقلا عن مصادر مطلعة. فإن الجيش الأوكراني نجح في تكييف قاذفات بوك التي تعود إلى الحقبة السوفيتية لاستخدامها لصواريخ سي سي بارو، وتستخدم الولايات المتحدة ومعظم الحلفاء نسخة محمولة على السفن لإطلاق هذه الصواريخ. ومع ذلك من المتوقع أن تستخدم أوكرانيا النسخة التي يتم إطلاقها من الأرض، والتي تعمل حاليا بهذه الطريقة فقط من قبل تايوان وفقا للصحيفة. ومن المتوقع أن تعلن إدارة بايدن عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية يوم الجمعة، والتي ستشمل أيضا مركبات برادلي لأول مرة. وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أن حزمة المساعدات العسكرية ستقدر بنحو 3 مليار دولار أو أكثر. لا تعتبر سي سي بارو السلاح الجديد الوحيد الذي ترسله الولايات المتحدة إلى أوكرانيا كجزء من حزمة المساعدات العسكرية الضخمة الأخيرة، حيث ستكون مركبات برادلي القتالية ترسل لأول مرة أيضا. وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولف شولتز يوم الخميس أن بلديهما يعتزمان تزويد أوكرانيا بمركبات قتالية مدرعة من طراز برادلي وماردور وبطارية صواريخ باتريوت. في الأخير، إذا كنتم من المهتم بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتواصلوا بالجديد، وشكرا.